حكى معك ديجينز؟ لا، اليوم الصبح اتصل فيقني من بكير. على ما يبدو كان متقل بالشرب مبارح المساء وطلع خسران بصالة القمار تبع الأوتيل أكثر من 10,000 دولار. شو؟ وشو فهموا لهذا بلعب القمار؟ منتي، صوته ما كان طالع. تعرف الساعة اللي شايف حاله فيها؟ لحظة، قصدك الساعة اللي وينستون تشيرشل عطاها لأبوه بالحرب العالمية الثانية؟ ايه هي هي، مزبوط. طلع راهنها عندهم بالكازينو. إذا هيك راح أخذ الساعة قبله من المزاد، وإذا وعد إنه ما يشوف حاله فيها منعطيها بعدين. حاجة، أنا بدي استأذن منكم شوي لأنه بيقلعونا هلأ من هون. بالإذن. شو عم تحاول تعمل؟ أنا عم حاول مضي ليلة حلوة وبس. لكن لا تلعب معي. عم حاول ألفت انتباهك مارغريت. خلص قدرت تلفت انتباهي. ليش بدك تموت؟ بالعكس، عم حاول ورجيكي إني أبداً مو حابب موت. شو قررت تشتغل لحسابي يعني؟ كنت مفكر مراد علمدار أقوى رجل بالعالم لوقت ما أنتوا إجيتوا ومحيتوا عن الوجود. وقت عرفت أنه في قوة أقوى منه بكتير. خلينا نقول أني صدقت بأنك حابب تكون جزء من هاي القوة. ليش أنا لا أعطيك هاي الفرصة؟ لو كان بدي كنت قتلتك قبل ساعة من هلأ إذا بتتذكر. الليلي كم شخص في يعمل هالشي بالعالم؟ بس أنا ما متت وهذا المهم لألي. فيني أنجح بأي شي وبأي وقت بدك إياه. يعني أنت فيك تقتل أخو لمراد علمدار؟ ممكن أقتل صفية من دون ما يرفلي جفن. لساتني لهلا عم بضحك، بس نطلع من هون خلينا نروح ناخد الساعة من الكازينو. رح تكون أحلى تسلاية هالصيفية. بس عابد ما هيك عم يفكر. عم يفكر يعزمنا على تركيا ويخلينا نقضي وقت ما ننسى أبدا. لا تاكلي هم أبدا. إذا قبلت بعرضي على العزيمة ما رح تندم أكيد. أنت منيح؟ مين هدول؟ أختي. أخت مين؟ ليش أنت عندك أخت؟ الحمد لله على سلامتك، كيفك؟ إذا قلت لك مو منيح بيصر لي شيء؟ ما رح يصير لك أكتر من هيك. أنا رح أترككم لوحدكم. شو شغلة؟ مدعية عمي. عن جد؟ يا عيني كتير حلو، صار ظهرنا قوي هلأ. حاجتك مسخرة هلأ. بدي تعرف كل شي عنه. حاضر. أي توقيفات قديمة أو ارتباطات تنظيمية؟ عمل لي دراسة. بأمرك أستاذي.
بتشكرك كتير. الكل يجي لعندي. فولكان سكر الشاشة. عنا أوامر مستعجلة إلى أولوية. في حاليا تهديد على حياة السيد مراد ونحن حاليا من أولوياتنا نأمن على حياته، ولازم نعمل هذا الشيء بسرية كاملة ومطلقة. طيب ومراد ليش مهم كل هالقد؟ إذا أنا قلت مهم يعني مهم. حدا عنده سؤال تاني؟ وليش جوابك هالقد هجومي؟ لأنكن عم تكونوا فضوليين لتعرفوا شيء ما بيلزمكن. ومين يلي حابب يقتله لمراد؟ راح تخبرنا بهالشي ولا كمان راح تقول هالشي سري؟ حراس المعبد اللي بدهم يقتلوا، بس ما منعرف أي تنظيم راح يستخدموا. إذا افترضنا اللي صار مع الميزانيين بيضلوا الاحتمال الأكبر. معك حق، الميزانيين رقم واحد، بس ما فينا نتجاهل التنظيمات التانية. عملوا اتصال مع كل مخبريننا وعملائنا اللي بالتنظيمات. حابب أعرف حتى أصغر معلومة. شو القصة كارا؟ ما طولوا بتعذيبك هالمرة، ما كنا متوقعينك تجي للصبح. هذا اللي صار، حتى مخابرات المنظمة عندهم عقل، بالآخر فهموا علينا أنه ما رح نحكي شيء. إذا هيك معناتها صار وقتي أوثونا، صار وقت روح ثوف خالي ظاظة. نجدات، أنت زلمي منيح وآدمي، ما بعتقد رح تجتمع مع خالك ظاظة بجهنم. انت رح تروح على الجنة يا اخي. نحن ما منموت بسهولة، لا حدا يستعجل على هالشي. شو رح يعملوه؟ شو رح يعملوه؟ اكيد بدهم يعطونا لحدا. لمين؟ من وين بدي اعرف لمين؟ شو بك؟ يا رح يسلمونا للايرانيين او للعراقيين، شو في خيارات تانية مثلا؟ في شي بيخوف بكتاش؟ مصاريك جاهزة. بس دخلنا لجوا والباقي اتركوا علينا نحنا. آسف بس ما عاد في مجال نطالع جماعتكم. إذا كنت عم بتحاول تحصل أكبر من هالمبلغ هاد، راسك بفصله عن جسمك. الجنرال باع جماعتكم للحقير الأعور. شو؟ والليلة رح ياخدن ويسلمون. ولك احكي الحقيقة. أنا لو بدي كذب عليكم كنت أخذت المصاري وهربت. بدك تعرف لنا لوين بده ياخدهم. قبل ما تموت تركت لي هاي الصورة وطلبت مني لاقيكي. دورت عليكي بس ما قدرت أوصل لك. مزبوط، هذا كان رقمي، غيرته بعدين وما كتير كنت صاحبة معه، بس ماما كانت مفكرة انك ما رح تسامحيها.
وأنا هيك كنت متوقعة، بس وقت شفت وشها ما تحملت. بيتك كتير حلو. أنت عايشة لوحدك هون؟ لوحدي، بس بعد هلأ ما عادت لوحدي، أنت موجودة. ما تزوجتي لهلأ؟ حسيتي بوجع الحب؟ رح يكون عنا وقت طويل لنحكي كل هالشغلات. ما في ضل هون كتير يا أختي، عم خبرك من هلأ. شو بدك ترجعي لأمريكا؟ ما بعرف، هاي الفترة حابة غير المكان، يمكن روح على إندونيسيا. ما فيك تروحي لأي مطرح. شو؟ بلا ما ندخل بمواضيع الأهل لأنه صارت وراي. قبل ما تنتهي الإجراءات الرسمية ما فيك تروحي، وإلا بيقلعوني من شغلي. الشباب كلهم بعتوا لك سلام. الحقيقة أنا ما خبرتهم إني جاية لهون، بس لو عرفوا كانوا حملوني سلام. طلعنا هلأ من المركز وحكينا شوي مع طلحة وأينورة، وبعدها افترقنا ورحت على البيت. بعدين خطرت على بال، ما قدرت ضل بالبيت، ضلينا هون جنب بعض شهر ونص. أنا قمت قبلك ووقفت على رجلي، بس للأسف أنت بعدك هون. بعرف أنك سمعاني، بترجاك حسسني بهالشي أرتكن، بترجاك ترجع بيناتنا. على كلين رح رد إجي لعندك، بس المرة الجاية وقت اللي بدي إجي لعندك بدي أنت اللي تحاكيني، ماشي؟ يلا بقى أرتكن، يلا. حالك مكتاش. يلا بسرعة مكتاش. لسه أغا، طول بالك، بدنا نستنى بويرس. عبد الحي، ما بدنا نعرض حياة كارا ورفقاته للخطر. إذا رحنا وأخذناهن هلأ ما رح نقدر نتحمل غضب كارا، لأنه ما انتظرنا بويرس ليجي. بدك انت خليك عم تنتظر بويرز للصبح، انا نازل اخذ كارا ورفقاته من بين ايدين هالمجرمين. امشي يا بكتاش. طول بالك. وقف عمي، كأنه في حدا جاي. نافذ، هاي السيارة مصفحة منيح مو هيك؟ كم سنتي التصفيح تبعها؟ ما اتبيك، ريح لي حالك، ما بيصير شيء. لا تنسى انه نحن بمنطقة النار يا بويرز، تخطينا كل المناطق تبعنا، فمو حابب روح برصاصة طايشة. سيدي بعد 3 شهور لقيتكم وتصوبت 4 رصاصات، ما رح خليك تتصوب. احكي نافذ ولو كذب، فيك تحكي. حلو الحكي.
سكر هذا الباب يا نافذ بسرعة. تأمر سيدي. لك شو عم يصير؟ شو؟ شايف القصة عم تنشغل عتقيل؟ ولك أنا ما قلت لك استنى؟ شو عم يصير؟ نافذ مراد مات؟ صحيح يا عبد الحي. دم أخي مراد أكيد ما رح يروح هدر. شفتي لي عابد؟ بتحبي قلك اللي حابة تسمعيه ولا الحقيقة؟ لا بالأول قولي لي اللي حابة اسمعه. رجال بيسلي كتير، مستحيل تملي وقت اللي بتكوني معه. غير هيك شاب وسيم وعنده كاريزما. طيب والحقيقة المرة؟ شخص بيحب كتير إنه يقضي وقته مع النسوان ويساعدهم كمان. بس ما له رجال من نوع اللي بيكون سعيد مع نفس المرأة، وأنا حاسة بهالشي. بس أنا كمان تعبت كتير إني ما أعمل غير الصح وسيطر على حالي كل ما أتعرف على حدا. حابة أعمل شغلات من دون ما أفكر بنهايتها. أنت ليش هيك عم تفكري؟ عابد يا ترى؟ ولا هو الزمن اللي عم يمضى؟ شو بهم ليش عم فكر هيك؟ حتكون لأول مرة بحياتي عم أتصرف على كيفي ومن جواتي، وحابة أعيش حياتي هيك. Thank you.
لو مارغريت بدها ياني كان بكفيها تتصل. ما في داعي تبعتكن لهون. أنا حبيت إجي خصيصاً مشان أخدك. قديش أنت لطيف. بعمركن ما شفتوا زلمي عم يسلم سلاحه؟ اهدوا شوي. انت شو مفكر حالك عم تعمل؟ ما عم بعمل اي شي غير اللي عم تطلبيه. أنا طلبت منك تنهي لمراد وبس، مو تنهي الأستاذ الكبير وتنهينا معك. وشو بيعرفني إنه مراد رح يلتقي بالأستاذ الكبير؟ شو مكتوب على جبينه مثلا؟ صارب، طلعت مالك كفؤ وفوق عم تتطاول معي بالحكي؟ كنتي تقولي لي إنه شو ما حكيت معك بالبقلي، شو يلي تغير هلأ؟ كنت مهتمة بذكائك أكتر من الكبرياء تبعك، بس هذا اللي عملته خيب لي ظني فيك. مراد كيف قدر يخلص من إيدين الميزانيين بشمال العراق؟ انت شو حكيت مع الجماعة؟ كيف اتفقت معهم؟ في شيء انا ما بعرفه؟ معك حق، في شيء غريب ما بنعرفه. مراد مستحيل ينفد من إيديهم هيك ولوحده، اكيد في ناس داعمينه وعم يحموه كمان. انت بمين عم تشك؟ فيكن. صارب، سخافتك هي ترى بسبب عدم كفاءتك شي؟ ليش أخذتي على خاطرك؟ أنا كان قصدي الأستاذ الكبير. الأستاذ الكبير ما بيعمل هيك شي، هو متعلق بالأصول والعادات والقوانين. أصبح هيك الوضع أسوأ بكتير. انتوا على وشك تعملوا من زلمة دعمته قوة ما بنعرفها بارون وتفوتوه على حراس الهيكل. شو لوين رايح؟ لحتى اعرف مين القوة اللي واقفة وراها لمراد. عندك مجموعة سرية لألك انا ما بعرفها؟ اللي نحنا ما بنعرفه انت من وين بدك تعرفه؟ من مراد. إسراء، صبيت الشاي. جاية أختي جاية. الغبية ما انتبهت ولا على شي، مصدقة حالها أنها أختي. شوف، ولا يهمك، أنا دبرتها، أنت ارتاح. العمليات رح نخططها ببيت المدعية، وقتها خلي الشرطة تجي تمسكنا. معلم بأكد لك ما في ولا ورقة ارتفعت بهالسرعة آخر 10 سنين. بس شايف إنه صاير في عروض بيع كبيرة قبل اجتماع بيوم واحد. قدرت تعرف مين ورا هالشي هاد؟ معلم، مين ما كان لازم نتشكره على هالشي، قدرنا إنه نجمع حصصنا بربع القيمة. بس كمان لازم نعرف مين اللي باع. الشخص اللي طالع لأسهم من إيديه كان يفكر حاله حيصير مشكلة بالاتفاقية. رح دور لك عليه معلم، بس الشغلة يلي مخوفتني أكتر شي السيولة المادية الكبيرة يلي إجت من صناديق الميديا. خايف يطلعوا إشاعات ليمر وشغلهم من خلالنا نحن. لا أبدا، ما في شي بخوف. نحن رح نصير جزء من أكبر مجموعة طاقة بالشرق الأوسط. معلم، شو اللي عم بيصير؟ ما في شي بخوف يا ممدوح. رح نصير كبار كتير بقطاعات الطاقة والرأسمال. عفوا استاذ، اجى لعندك السيد صارب. طيب بالاذن. طلعت واعطيها مراد، طلعت
طالما بدك تعمل هيك اتفاقية وتربح من وراها، على القليل الواحد بيخبر رفيقه كنا لمينا شوية وراء لشركتك من السوق وربحنا مصاري من لا شيء. ابني مصاريك على طول خليها معي وما رح تندم. ما بعرف شو بدي قلك، عندي خسارة كبيرة. إذا في شي جديد احكي لي، لازم عوض خسارتي. طيب رح خبرك. هذا البنك الجديد يلي رح يتأسس في شريك واحد من تركيا. معقول؟ حتى بالسكواتش مانك سريع كل هالقد؟ شوفي مبارح دخلت سوق الطاقة واليوم بالبنوك. بعد هلأ دور دورنا يا صارب. مع مين بدك تتشارك؟ خليني اشتري أسهم. بلا ما تعب حالك، أنا لميت كل الأسهم المعروضة. طيب يا رفيقي خبرني مين هو. إلك ولك إلك، مين رح بيكون يعني؟ ايه ومين بده يساعدنا؟ مراد حاجة تلعب بعواطفي. ريح لي حالك، رح نكون قوايا كتير كتير. ادخل. معلم عندي ملاحظات على مراد. خير يا عاكف؟ عم يتصرف ومو شايف حدا. انت اخر واحد بيحكي عن هالشي. معلم اجتمع مع الاستاذ الكبير وما عطانا اي خبر. وهذا الصح، بهي المرحلة ما بنقدر نخاطر أبدا، لأنه هلأ صرنا قراب كتير. إذا ما عرفت شو عم يعمل كيف بدي أحمي أنا؟ هاي مشكلتك يا عاكف، أنت يلي بدك تلاقي لها حل. معلم عبد الحي أنقذ كارا والشباب، اشتبكوا مع بويرز بالجبل، بويرز بالزور نفد من إيديهم. وبويرز شو مشكلته مع كارا؟ لهلأ ما منعرف. عبد الحي رح يقدم تقرير للأستاذ. في شي خبر عن عابد؟ لسه ما قدرنا نلاقي. صار له شهرين يا عاكف. بس معلم صعب كتير نلاقي عابد إذا ما كان بده يانا نلاقي. شو وين التكنولوجيا تبعك؟ وين كل هالأنظمة يلي مدحت لي إياها؟ معلم أسسنا النظام يلي حكيت لك عنه. ومين في غيرك بيقدر يعرف شي عن أماكن الأعضاء؟ الأستاذ وأنا، ما في حدا غيرنا. أنا شخصياً رحت عبيوت الأعضاء وركبت النظام بإيدي. وشو التدابير يلي أخذتوها مشان ما يخترقوا؟ حزمة المعلومات عم بيتم تشفيرها بالخوارزمية بطريقة مانا معروفة لهلا، والهاكرز التابعين لإلنا وقت اللي بيبدأ اجتماع الهيئة بيبلشوا بالحروب الاستباقية وبيزيدوا الضغط على الانترنت وبيشتتوا الانتباه بالشبكة عن طريق الهجمات الإلكترونية. كل نظام ممكن ينخرق، فيه خطورة، بس اتضح لي من خلال تجاربنا انه جمع أعضاء المجلس بمكان واحد فيه خطورة أكبر. برافو يا عاكف، يعطيك العافية. معلم فيني نصب لك نفس النظام هاد للمدعية العامة وبابا عمر وكل الأشخاص اللي بتحبهم انت. أنا ما عدت عايش يا عاكف. ما فيني يكون أناني وأطلب من الناس يلي بتحبني يوصلوا حياتهم مع واحد ميت. أنا خلاص طلعت من حياتهم وما رح أدخل مرة تانية. بس أنا بقدر نصب النظام من طرف واحد، منخفي الكاميرات عنهم وهنن ما بيعرفوا أنه لساتك عايش. أنا هذا الشي عشته من قبل ما رهف وكنت علي جاندان.
شوفها قديش بتحبني وما قادر خبرها أنه لساتني عايش. أصعب شغلة بالحياة، ما عاد عندي قدرة أعيش نفس المشاعر. المهم هلأ أنه بس يصير الوقت جيب بنتي وهذا بكفي. قلت له لبابا عمر بدي أسبوع. عاكف، كيف بتعطي وعود فاضية لأبي؟ شو بيعرفك حراس المعبد حيجتمعوا خلال الأسبوع؟ ما بعرف، بس كمان كان لازم قله شي لبابا عمر، ما كنت قدران أعمل شي قدامه. عاكف، أنا قبلت بكل هذا الشي من شان شغلي، من شان أعرف باجتماع حراس المعبد وقطع جذورهم من الأساس، وممكن أني موت بهذا الاجتماع من دون ما تتأكد أنه اختفوا كلهم عن الوجود. ما بدي تأخذ بنتي، مستحيل خاطر بحياة بنتي. خبروني بالتحقيق بس قلت لحالي عم يضحكوا علينا. قلت أكيد عم بيحاولوا يحطموا معنوياتنا. اللي مين حراس المعبد؟ الختيارية. كيف هيك يا عبد الحي؟ المعلم هو سلم روحه لألو، ولا ما كان حدا بيقدر يقرب عليه. طيب وبعد هلا شو رح يصير معنا؟ شو بدنا نساوي؟ الختيارية بدهم اياك تعمل شغل مع جماعات المافيا، مافيات الروس وجماعة الألبان والإيرانيين وجماعة المنظمة. انت عطي هالشغلات هاي لنهاد، لا تتطلع فيني هيك. انا خلص مشي حالي. بعدين نهاد شاب منيح، وريز ضياء اللاظي، وما تنسى سليمان شاكر، نشيط كتير، وأبضاي تاريخ معروف. يعني شو قاعد عم تعمل له دعاية؟ شو يعني مفكر ما بعرف مين هو نهاد؟ ولوين عم بتحاول انك تهرب انت الثاني؟ لانه مو هيك القصة. انا ما بدي اهرب على مطرح. لا تنسى العمر له حقه، صار لازم اشتغل مثلكم مع الختيارية وانا قاعد ورا الطاولة. شو يلي صاير معك؟ تعبت كتير وبس. وصلوا للختيارية قلن كارا حابب انه يتقرب منكن اكتر. عبد الحي مفكر حاله انقذ كارا. اذا كان في شي اسمه ختيارية فما رح نصلن غير عن طريق كارا. هلأ في عنا موضوع اهم بكتير، مراد أرجون بهالفترة رح يصير بارون، وأنا شاكة إنه في وراه كارا عم يحميه ويساعده. ما بحب حالات الشك والتشويش. ليش لازم نضل مترددين؟ منشيل الشك من الوجود ومنخلص. أنت بدك يا لمراد يصير بارون ولا ما بدك؟ أنا حابة الشخص الأنسب هو اللي يصير بارون، ومن دون ما ينزاح الشك حوالين مراد. ما لي شايفته مناسب أبداً. شو اللي جابركن على هذا الشيء وتختاروا هيك واحد ونحن موجودين معكن؟ الأستاذ الكبير هيك بده، وأنا بشوفه محق بهالشيء هاد. أنت شخص اشتغلت أعمال كتير مهمة بالدولة التركية، البارون لازم يكون ماضي بعيد عن السلاح. محي مراد عن الوجود في خطورة علي وعليكن. بس أنا ما طلبت منك تمحي حد عن الوجود يا بويرز. بعتقد فهمتني غلط، أنا بس حبيت إن قلك مخاوفي. أي تنظيم بتحبي ينفذها؟ خلي شغلنا يكون مرتب. مراد في عنده مشاكل مع الميزانيين، إذا عملوا عملية ضد مراد ما حيكون هالشي مستغرب. كل شي رح يكون محطوط على الشاشات، عشان هيك عم نقسم الشغل على الشاشات ونظبط الالوان.
ما تاكل دائما اللون الرمادي للكاميرات الخارجية. ولازم دائما نخلي المؤقت موجود على الصورة. لازم تلاقي شيء ريحة. مثل شو يعني؟ عاكف، بدي استفسر عن شغلة. جاي على بالي العب رياضة كتير وانسى. عن جد؟ مو احسن؟ عاكف، عم بسمعك فاطمة. عم تعمل عمليات مالية من دون علمنا شي؟ من وين طلعتي لي فيها؟ شوف، عامل تحويل مبلغ 50 مليون دولار. مين مستخدم هاي المصاري؟ بس العملية صارت بالشيفرة تبعك. بس أنا ما عملت هيك عملية. فاطمة، خلي هالشي اللي صار بيناتنا، معناتها مخترقين حساباتنا. لازم نشوف هالشي من جواتنا ولا من برا. طيب شو ناوي تعمل؟ شكلي مجموعة من الهاكرز اللي بتوثقي فيهم. خليوني يتابعوا المصاري، إذا عرفنا لوين رح توصل المصاري رح نعرف الفاعل. طيب ماشي عاكف. أي نوع سبيني أنا جربت كثير بس ما صدت معي. جربت كل الطرق. وبدنا ما ننسى كمان إنه نغطي كل المناطق اللي عم نسوي فيها العملية. أهلين معلم. كمل كمل. عم بشرح لهم عن الملاحقة وكيف بتتم بالتعاون مع الوحدات الخارجية. ادخل. اهلا وسهلا، تفضل. الحمد لله على السلامة، كيف أوضاع الشباب؟ معزمينهم للشباب كتير بالسجن، وبعد فترة قصيرة بيرجعوا مثل ما كانوا. وأنت كيفك؟ أنا رح أقبل بالوظيفة إذا هذا كان سؤالكم. وقت اللي رح يسمع الشايب بهالشي رح ينبسط. طيب وإمتى رح تخلوني أتعرف على الشايب؟ لما بيشوف إنه صار وقتها. وكيف بدي يكون نائبه من دون ما أعرفه؟ طول هالفترة أنا رح كون نقطة الوصل بيناتكم. طيب إذا في هيك عدم ثقة تجاهي، ليش بده ياني إني يكون نائبه؟ ما عم بقدر أفهمكم. بعد عملية حراس المعبد الأخيرة حب الشايب تمشي الأمور هيك طول هاي الفترة الحالية، بس ثقته فيك كبيرة. طيب وأنا بحب أشتغل مع الناس اللي بوثق فيها. أنت حر تشتغل مع اللي بدك إياه، مثلا كل مؤسساتنا والكي جي تي كمان تحت مسؤوليتك. أنا ما عم بحكي عن الكي جي تي، أنا حابب أني أشتغل مع كارا. طيب رح خبر شيء وما بعتقد يكون في مشكلة. معناتها بالإذن هلأ خليني روح على الكي جي تي وأعمل لهم زيارة للشباب هنيك. خبروا لحيدر إنه ما في أي تطورات مو طبيعية. والمخبرين؟ كل التنظيمات هي بوضع الطبيعي إلا الميزانيين، ما في أي تحركات. زلمتنا بالميزانيين عم يقول في مجموعة بتركيا بحالة تحرك، بس ما قدرنا نعرف أي شيء عن التفاصيل. أنتوا واصلوا عملية البحث، خلينا نحط عناصر التنظيمات المعروفة تحت المراقبة. فاطمة طالع القائمة تبعنا. حاضر فورا. سيدي، اتصل مدير مكتب الأستاذ عبد الحي شوبان جاي له. سيد طغرل، شو الوضع بتركستان الشرقية؟ الأكيد حالياً والواضح أنه راح يصير إبادة للأتراك بتركستان الشرقية، والحل الوحيد تسفير مواطنينا اللي بتركستان الشرقية كجزء من مواطنين الجمهورية التركية. ما بوافقك بهذا الرأي. تركستان الشرقية لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لتركيا. تشكيل الصين لمنطقة خالية بتركستان الشرقية إلى أهمية كبيرة من ناحية الثروة الباطنية. وقت اللي منجيب مواطنينا يلي هنيك على تركيا بهالطريقة، منكون هيك قتلنا تركستان الشرقية للأبد. سيدي، أخوتنا بمصر بالوضع الحالي داخليا يوم عن يوم عم يزيد عندهم مشاعر الأحباط تجاه تركيا، والمسلمين يلي هون مؤمنين بأنه تركيا
هي الدولة الوحيدة اللي بتقدر تنهي هاي المجازر. تركيا عم تستخدم كل قوتها الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية منشان تتخلص شعوب المنطقة من الظلم والطغيان. في كتير شغلات لازم نعملها. أنا بوافق رأي الشايب، أكيد هذا أهم سبب بالمرحلة الحالية، لهيك ما عم يتركوا البلد مرتاحة. هيكلية الدولة التركية بالوضع الحالي لسه ما اكتملت، لهيك ضعف التواصل المرحلي يلي جواتنا عم يخلينا نتأخر بالقرارات. يا شايب، أحد أهم المشاكل اللي بتركيا عم تصير حاليا هي تدهور سمعة الدولة. المرحوم أوزال حاول يحول تركيبة الدولة المرهقة ويحدث مؤسساتها، بس طبعا امتدادات حراس المعبد بهديك الفترة خربوا هاي المرحلة ودمروها، وبعد ما ترك أوزال غيروا أديولوجية الدولة وصار وضع الدولة التركية بالحضيض. وقت اللي نحنا منشيل السلطة الإلهية من الحياة الاجتماعية اللي عايشينها، ما بيبقى بالمجتمع غير الدولة. بس مع الأسف الشديد طبعا مع مرور الزمن تم تفكيك سلطة الدولة، والدين كمان صار ضعيف، والأجيال الجديدة كون تمت تربيتها من دون وعي لوجود السلطة ما بيعود فيك تقدر تجمعهم على أي هدف للمستقبل. مرحلة الدستور الجديدة فرصة مشان هذا الشيء. أهم مسألة عنا بالدستور الجديد ما رح تكون بالمؤسسات اللي هي بديهية طبعا، المسألة المركزية شو ديولوجية الدولة وديولوجية المجتمع اللي يصير في توافق. مفهوم الدولة بيقوم على عنصرين أساسيين، العدالة والأمن، وقت بيصير عدم توازن بين هدول العنصرين بالذات بالدولة ببلش يضيع الإيمان بالدولة ككل. العنصر الثالث والأهم بهذا الشيء هو الهدف. لازم نقدم لشعبنا هدف حتى نقدر نعيش مع بعضنا. الأمريكيين بفكرة الحلم الأمريكي مثلاً أقنعوا شعبهم بشكل غير مباشر بفكرة أنهم الشعب المختار منشان يقدموا السلام والأمان للعالم كله. ونحن مع الجمهورية التركية تخلينا عن رسالتنا العالمية. لازم نعلن لشعبنا وللعالم كله أنه رجعنا لمطالبنا الإمبريالية من خلال دستور الجمهورية التركية الجديد. صدق طبعا مين بيقدر ياخد ساعتك من الكازينو. طيب لا تاكل هم، مدير الكازينو بيكون رفيق عابد، هو حيعرف لك مين اللي اخدها. وانا ناطرته لعابد، كان لازم يكون وصل بس تتاخر شوي وبيجي، وبعدين حنطلع انت بالاوتيل. شي يبدو وصل. ماشي بشوفك بالاوتيل، يلا باي. في لحضرتك بريد. شكرا. لسه من ثالث يوم بلش يخليني انتظر.